بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أحمد المسماري صحفي مصري. هذا الصحفي منذ 3 أيام طلع وسجل حلقة بعنوان الحرب التي يجب ألا تحدث بين مصر وتركيا. جميل، ما السبب؟ أخذ في هذه الحلقة يستطرد أو يأتي بتقارير أجنبية من البنتاغون أو من الاتحاد الأوروبي أو من أي مصدر أي كان. طيب، ماذا يريد أن يقول؟ يقول أن هذه التقارير تتآمر على مصر وتركيا، وقال أن مصر وتركيا قوتين كبيرتين في المنطقة الشرق الأوسط. يقصد من هذا أنه يقول أن هذه التقارير أو هناك مؤامرة غربية على قوة مصر وقوة تركيا، بدلا من يكون في توازن قوة في المنطقة بين مصر وتركيا، هم يريدون في الغرب أن يجعلوا هناك توازن ضعف. إزاي؟ أن يشعلوا فتيل الفتن أو يشعلوا نيران الفتن ما بين الدولتين الكبيرتين تركيا ومصر، ويسببوا لهم الحروب، يعني يجعلوا بينهم حروب حتى يستنزفوا الجيشين، فتصير هناك توازن ضعف، يحدث إضعاف للجيشين، الجيش التركي والجيش المصري. أيضا في المقابل ضرب مثلا بالجيش، ونفس الموقف بالجيش السعودي وإيران. فحوى كلامه أنه يجعل مصر وتركيا في خندق واحد ويتعرضون لمؤامرة وكأنهم أشقاء وأحبة، وفي نفس الوقت هو أيضا استحضر علاقات مصر وتركيا قبل أردوغان، استحضر علاقات مصر وتركيا قبل أردوغان، ويقول أن هناك كانت علاقات جيدة بين مصر وتركيا. أيضا ضرب مثال بتوازن، بدل توازن قوة في الخليج يبقى في توازن ضعف ما بين السعودية وما بين إيران. يقول بأن هذه القوى الغربية المتآمرة عندما ترى القوتين تصاعدا أو صعدا يبدأوا يعملوا فتنة ما بين إيران وما بين السعودية حتى يحدث إضعاف للبلدين ويكون في توازن ضعف. واستطرد قائلا، قال أن هذا كله يحدث في مصلحة أو يصب في مصلحة إسرائيل في المنطقة. كل ده كلام جميل لغاية دلوقتي، واللي بيسمعنا دلوقتي ممكن يقول لك كلام معقول وكلام صحيح، لكن هذا الكلام كله عسل ولكن فيه سم. هقول لك ليه. أول حاجة، أولا تركيا ومصر ليسوا شقيقتين وليسوا حبيبتين، بالعكس تركيا ومصر هو يصنفهما أنهما دولتين إسلاميتين. نعم صحيح. يعني مثلا هل أردوغان أو تركيا بهذا الذي تفعله في الدول العربية كلها هل تحب المسلمين أم أنها تريد احتلال العرب مرة أخرى وتريد إحياء ما يسمى بالدولة العثمانية؟ هي تريد ذلك، إذن لها أطماع. فعندما تضع الجيش المصري والجيش التركي في خندق واحد فهذا اسمه دس السم في العسل. ولماذا في هذا التوقيت بالذات حتى تجعل الشعب المصري يكون عنده عطف على الجيش التركي وهو أصلا في حرب مع الجيش التركي؟ لأن الجيش التركي الآن يأتي ويهددنا. وبعدين انت لما تيجي تكلمني عن الشعب التركي، هو الشعب التركي هو الذي أتى بأردوغان بالانتخابات وهو الذي أتى بحكومة أردوغان، أليس هو الشعب التركي اللي انت تكلمنا عنه ان في تركيا إسلامية ومصر إسلامية؟ شتان ما بين مصر وتركيا، شتان. أيضا تضع إيران والسعودية في خندق واحد وتتناسى عداوة إيران للسعودية على مر التاريخ، وكأنك تقول لا يجب أن يكون هناك تناحر بين إيران والسعودية. أنا معك، يجب أن لا يكون هناك تناحر بين المملكة العربية السعودية والنظام الإيراني المجوسي،
وأيضا لا يكون هناك تناحر أو حرب ما بين مصر وتركيا المغولية الإخوانية. لكن أصلا أنت تتكلم بهدف إثارة عواطف المصريين تجاه تركيا، وتحاول أيضا تعمل غسيل دماغ زي الإخوان ما بيعملوا على أساس يحببوا المصريين في تركيا. هو نفس الهدف، وإن اختلفت الطرق. الإخوان بيتكلموا باسم الدين وبيتكلموا عشان يغسلوا دماغ العرب، وبدأوا إن هم فعلا في ناس كتير جدا بتحب أردوغان حب جنوني. وأقسم لكم بالله اليوم 19 يوليو أنا كنت قاعد مع واحد بتكلم معاه، ولما جبت سيرة أردوغان أقسم لكم بالله أنه قال لي بالحرف الواحد: أردوغان خط أحمر وممنوع النقاش معك. قال لي كده، قال لي ما تكلمش معايا تاني، أردوغان خط ده خط أحمر. قلت له ليه يا سيدي، هو نبي؟ قال لي أردوغان اللي حافظ القرآن. أردوغان، قلت له يا أخي هو حافظ القرآن لنفسه لو كان يعني حافظ بالفعل يعني؟ قال هذا الرجل التقي، هذا الرجل الذي يريد الخير للمسلمين، ده متبرمج يعني، فاهم ازاي؟ عنده عقيدة بكده. تاني حاجة قال لي كلمة عجيبة جدا، يقول لي لو وضع إيمانه في كفة وإيمان قادة العرب كلهم في كفة لرجحت كفة أردوغان كأبي بكر الصديق. أقسم لكم بالله شبهه بأبي بكر الصديق رضي الله عنه. فهذا معمول له غسيل دماغ عن طريق الدين. وانت يا أستاذ أحمد المسماري بتعمل غسيل دماغ للناس بس عن طريق السياسة. انت سياسة ناعمة، تحاول تصور للمواطن العربي والمواطن المصري ان لا يجوز حرب بين مصر وتركيا. من الذي أتى بهذه الحرب وعايز يرفع التهمة عن أردوغان وعن تركيا وعن حكومة تركيا بأنهم هم سبب الحرب، وبيرميها على ناس تانية ان هم اللي بيخلقوا هذه الحروب، وليست قطر باتحادها مع تركيا ومع إيران هم اللي جابوا مثلا حلف الناتو عشان يدمر بلد زي ليبيا؟ هل الغرب الذي قال لأردوغان أن يدخل الحرب في سوريا ويحتل سوريا ويحتل أجزاء من سوريا وأجزاء من العراق؟ الغرب هم اللي قالوا له اضرب الأكراد دلوقتي؟ يعني كأنه يساوي بين مصر وتركيا في التدخل في ليبيا، وهذه الحرب لا يجوز أن تحدث ولا يجب أن تحدث. نحن ندعو إلى السلام، نحن أعلنا إعلان القاهرة وقلنا أن الليبيين مع الليبيين ويحلوا المشكلة مع بعض. نحن لم نتدخل في ليبيا حتى الآن، نحن لم نأتي من 4000 كيلو حتى نتدخل في ليبيا ونضع خارطة ليبيا أمامنا. أنا لو أقعد أسرد لك، المفروض أنت تكون منصف وتقول وتوجه الخطاب ده لتركيا لو كانت هي دولة إسلامية بالفعل وتريد مصلحة الإسلام والمسلمين، وجه هذا الكلام. لكن في هذا التوقيت تحاول أن تجعل الشعب العربي والمصري يكون ليحصل تعاطف مع جيش تركيا، وإنه جيش إسلامي، وإنه جيش يجب ألا يستنزف. ومن الذي أتى به إلى هنا حتى يستنزف؟ أنا أعرف شيء، إحنا عرضنا سلام، أنت يا سيدي معاك نص ليبيا ما معاكش، أنت بتدافع عن مين بس؟ بتدافع عن حكومة؟ أنت بتدافعش عن شعب. تركيا لا تدافع عن شعب، تركيا تدافع عن نفط، النفط والغاز وعن مصالحها والفلوس وخراب وتقسيم الدول العربية. تركيا لا تدافع عن المسلمين، جاءت لتنصر مرتزقة، تأتي بالمرتزقة بالفلوس وتأتي بهم لتحارب الشعب الليبي. كل القبائل اللي انت شفتوها في مصر وجاءت تفاوض الرئيس السيسي، هم دول منين؟ مش من ليبيا؟ وطالع احمد المسماري يتكلم على ان ما ينفعش تستنزف القوات. نعمل ايه طيب؟ ايه اللي انت عايزه؟ نسيب اردوغان ياخد ليبيا وبهؤلاء المرتزق ويهددوا الامن القومي المصري اللي هو فيه عداوه ما بينه وبين الاخوان، يريدون اصلا هدم النظام المصري وتقسيم الجيش المصري، الجيش الذي يصفونه بانه المصرائيلي، يصفونه بانه جيش يحمي اسرائيل، جيش يحمي الصليب، جيش عميل. من يصف الجيش المصري بانه عميل؟ ماذا يفعل بهذا الجيش ان تمكن منه؟ يفككه. وانا اعلم ان احمد المسماري ميوله اخوانيه، مش ميوله اخوانيه، هو اخواني،
وهناك أدلة كثيرة على ذلك من تسجيلات بالصوت والصورة ومواقف لأحمد المسماري. لكن للأسف الشديد إحنا ما بنراعيش الكلام ده. هذا يبص الإرجاف، هذا من المرجفين بكلامه. هذا أول حاجة بيضعف من الروح المعنوية للجيش المصري، وبيخوف القادة المصريين أو القادة العرب بأن يحصل لكم استنزاف للقوة. طب ما الحل يعني برأيك يا أستاذ أحمد المسماري؟ ما الحل؟ الحرب جاءتنا، نحن لم نطلبها، نحن لم نسعى إليها، نحن لم ندق طبولها. ولو كان هذا الرجل يريد سلاما ولا يريد خرابا للعرب والمسلمين لقعد لطاولة المفاوضات، وحيستفيد وحينوبه من الكعكة جانب. مش عايز انت نفط، وعايز وعايز وعايز، اعمل يا سيدي اتفاقيات مع الحكومة اللي هتيجي بالانتخابات. يا رب يدوا لك ليبيا كلها، احنا عادي يعني، طالما ان الشعب جاب واحد يحكمها خلاص يا عم، ان شاء الله يجيبوك انت كمان تحكمها، احنا مالناش علاقة. المهم اختيار الشعب الليبي، هو ده المهم عندنا. انما احمد المسماري طالع يعمل ايه؟ زي المرجفون في الارض الذين مرضوا على النفاق. وبعدين بتحط الجيش الايراني بجوار الجيش السعودي وكانهم في خندق واحد، ونسيت العداوة التاريخية والأزلية ما بين الفرس وما بين السعودية والعرب. عايز تقول ان الجيش الايراني والجيش السعودي احبة؟ ومن الذي يبدأ العدوان؟ هل العرب يعادون احد ام كل هذا الذي يحدث ردة فعل؟ الجيش المصري تدخله في ليبيا حتى الان، مازال احنا الان منتظرين تفويض البرلمان المصري. الجيش المصري لا يريد حربا، هذا ردة فعل وليس فعل. من الفاعل الذي يريد خراب البلاد؟ هو أردوغان وتركيا. وبعد ما تكلمنيش عن أردوغان لوحده والشعب لوحده، الشعب لو مش راضي عن سياسات تركيا يطلع ويثور عليه، هو ده اللي احنا نعرفه. لو احنا السيسي مش عاجبنا سياسات ومش عايزينه يخش ليبيا، هنطلع نثور عليه، لا برلمان هينفع يفوضه ولا اي حد ينفع يفوضه. انا بقولها لك اهو، لو احنا السيسي مش عجبانا سياساته هنقول لا لو سمحت مع السلامة واحنا نشوف واحد غيرك. انما تقول ليش بقى شعب تركي كان بيحب العرب؟ منين جبت الكلام الفارغ ده؟ منين يا استاذ احمد جبت الكلام الفارغ ده؟ وبعدين اشمعنى في نفس التوقيت؟ اشمعنى يعني في نفس التوقيت ده واحنا مقبلين على حرب؟ تحبط من الروح المعنوية للمصريين وللعرب ليه؟ أنا عارفك إخواني، يمكن كتير قوي يتفاجئ لما أنا بقول أنت إخواني، لكن أنا سأحاول أن أنا أجيب لكم الأدلة وهي موجودة كتيرة على أن أحمد المسماري إخواني، وميوله إخوانية شديدة جدا جدا. لكن هو ده بقى زي ما بيقولوا إيه، المية من تحت تبن ما بتحسش بيه ويغسل الأدمغة. وبعدين عجيب قوي يعني السعودية عمرها اعتدت على إيران؟ العرب عموما اعتدوا على إيران إمتى؟ ده إيران احتلت العراق واليمن وسوريا ولبنان بالميليشيات بتاعتها وبالأحزاب بتاعتها. اتكلم في أحمد المسماري الله يهديك. لكن أنا عملت الحلقة دي عشان خاطر دي توعية للناس، خلوا بالكم من كلام أحمد المسماري، وده اللي خلاني أنا بقول الكلام ده، لأن وجدت يعني تعليقات تحت. يا ريت الحلقة تترجم للشعب التركي، ويا ريت وكلامك صح. واحد بيقول لك ده أحسن تحليل أسمعه. ناس جهلة، ناس مش فاهم الراجل ده بيتكلم ازاي، وكأن مصر اللي راحت لتركيا وبتعتدي عليها، كأن مصر ولا سوريا ولا العراق اعتدوا على الحدود التركية. أليست هي التي تعتدي علينا وتأتي تضعنا في مقارنة؟ انت تظلمنا يا أخي، هذا ظلم للعرب، اتق الله. هذا كلام له أهداف بالضبط، زي ما الإخوان بيغسلوا دماغ الناس بالدين وبيخلوهم يحبوا تركيا وأردوغان عن العرب وقادة العرب، هو ده بالضبط برضو بأسلوب سياسي. ولك علم السياسة واخد بالك، كونه أنه صحفي بيغسل دماغ الناس، لكن بالراحة يا إخوان، هو ده السياسة الناعمة جدا لكنها مؤثرة جدا وأقوى من السلاح. لأنك أنت بالسلاح ما تقدرش ترغم واحد أن يحبك أو يكرهك، لكن بالكلام وبالإقناع. وللأسف الشديد شبابنا
مغيب، ما بيقرأش، ما بيعرفش، ما بيدرس، ما بيبحث، لا يبحث ولا يتعلم، بل يستقي معلومات من هنا ومن هنا وخلاص على كده ولا يبحث عنها. ولذلك لازم كل واحد يسمع كلام يا اخواننا يحلله مظبوط ويدرسه في دماغه ويفهم الكلام ده بيتقال ازاي وايه الغرض من الكلام. ما تجعلش دماغك سلة مهملات كل من جاء يضع فيها الغث والسمين لو سمحت. أرجو أن يعني أكون قد وفقت في هذه الحلقة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.